الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم الأنسة مايا مغربي من Innocent Streets. أهلا مايا. أهلا فيك. بداية مايا، شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، وبالبداية بتمنى تعرفينا المزيد عنك وعن بداياتك مع السويتس. Okay, so Innocent Streets concept كل شيء gluten, dairy, sugar-free desserts، يعني كل شيء حلو معمول بطريقة كتير صحية. هخبركم بس على السريع كيف أنا بلشت. أنا صار لي 6 سنين بالمصلحة، already عندي my kitchen already ببيروت، بلشت ببيروت، وهلأ صار لي almost few months يعني already هون بدبي. قررت إنه أجي على دبي كرمال أكبر أكتر، كرمال يكون عندي opportunities أكتر، والحمد لله هلأ شوي شوي يعني عم بشوف أو عم بلمس هيدا الموضوع وهيدا النجاح. مايا، ممكن تحكي لنا المزيد عن المنيو والأشياء اللي بتقدموها داخل المحل؟ سو نحن المنيو متنوع، في عنا كيكس، في عنا كوكيز، في عنا انرجي بولز، في عنا بارز، في عنا تشيز كيكس، تيراميسو، في عنا حتى عنا بالمحل في عنا جوسز، في عنا كوفي، كله معمول بطريقه كثير صحيه. هو الكونسبت انه نحن ناكل ديزرت اللي نحن اوريدي معودين ناكلها بس معمولين بطريقه صحيه، يعني مثل البراوني، مثل اوريو كوكي، يعني مثل البانوفي باي، مثل النيوتيلا، وكل انواع الكيكس، يعني ممكن براوني، فانيلا، بانانا، كارت كيك، كوكيز بقلبون بينات باتر، ألمند باتر حتى كمان اللي بحب، اوريو تشيز كيك، بانوفي بايز، حتى عندنا كمان حلو عربي كرمال رمضان، يعني مثلا عندنا الصفوف، عندنا المغلي، عندنا مهلبيه، عندنا معمول. فبنجرب نحن ننوع باكثر طريقه نقدر فيها كمان نرضي جميع الاسواق. وهول المنتجات بيكونوا كثير مفيدين للعالم اللي بيعملوا سبور، اللي بيروحوا على الجيم، مرضى السكري، اللي عندهم انتولرنس يمكن على الجلوتين او على الديري، او حتى كمان العالم اللي ما بيقدروا ياكلوا سكر، كمان في ناس عندهم انتولرنس. فاور برودكتس هن الحل لكم. بعد النجاح الرائع اللي حققتيه والسمعه الرائعه اللي كسبتيها بالسوق، شو خططك المستقبليه وشو الرؤيه المستقبليه للمكان؟ انا بشوف Innocent Streets مش بس محل، بس انا بشوفها براند، وانا هلا عم بشتغل كرمال تكون متواجده وتكون متوفره باكثر محلات ممكنه، يعني بسوبر ماركتس، بكوفي شوبس، بمستشفيات. سو بدي انا البرودكت تبعي يكون اكسسبل ويكون متوفر لجميع العالم. فهلا عم نجرب نشتغل كمان ماس برودكشن ونطور البرودكت تبعي من الباكجينج، من اللونج شيلف لايف تبع البرودكت تبعي، كرمال نقدر نوصل ونقدر نوصل لابعد محلات ممكن. نتمنى لك دائما التوفيق ونتمنى نشوف البراند all over the world. Thank you. من خلال خبرتك الطويلة كرائدة أعمال وحاليا مقيمة في دولة الإمارات، شو بتنصحي أي حدا عنده طموح يأسس عمله الخاص داخل الدولة؟ أنا بنصح anyone عنده فكرة معينة، عنده حلم معين، يجي يبلش من دبي، لأنه دبي بتفتح لك عن جد آفاق ومجالات وopportunities كتير كبيرة، بأوقات ما بتكون أنت ممكن متوقعها. وأنا يعني من my own experience أنا بشهد على هذا الشيء، لأنه أنا عم بفتح لي كتير opportunities من وراء البراند تبعيتي. بلشت صغيرة وشوي شوي عم بكبر. فأنا أكيد بشكر دولة الإمارات على منحنا هيدي الفرصة وعلى ثقتها فينا، ونحن أكيد حنكون على قد هيدا التراست، على قد هيدا الثقة إن شاء الله. ولازم الواحد يبلش من محل معين، فدفنتلي دفنتلي يجوا على دبي ويبلشوا، لأنه أكيد 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 رح ينجحوا. بالأخير بدي تخبرينا وتخبري جميع المشاهدين اللي بتابعونا حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع Innocent Streets.
So Innocent Sweets في عنا نحن our own website وفي عنا أكيد our phone numbers. نحن متوفرين على جميع الدليفري بلاتفورمز ونحن المحل موجود ببزنس باي على الكنال. سو نحن كمان وي هاف كثير عنا قاعده كثير حلوه اوت دور بلس كمان انه اندور كرمال العالم يتمتعوا بالسويتس تبعهم. شكرا جزيلا مايا، بتمنى لك دائما التوفيق والنجاح ونشكر جميع طاقم العمل في Innocent Sweets. Thank you so much. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.